تنويع موضوع اللعب. موضوع اليوم يعني طبعا نوجه تحيه للاخ مرزوق الغانم رئيس مجلس الامه، يعني اعلن مكافاه للاعبين يعني اثناء بعد ما هناهم وبارك لهم طبعا. وكانت هناك مكالمه هاتفيه مع حضره صاحب السمو، كلموا بدر المطوع والمدرب ثامر العناد ورئيس مجلس الامه السيد مرزوق الغانم، مكافاه 2000 دينار للاعبين يستاهلون طبعا لاعب. اللاعبين لكل لاعب 2000 دينار لكل لاعب، والمحللين بعد ترى كره احنا خذينا تستاهل احنا خذينا انا واحد تستاهل وصلني جابوهم ظرف لي اشير اليوم ما ياتي دور محمد. هذه المكافات ستكون حافز للاعبين اكثر ابو بدر؟ والله انا ضد المكافات، ضد المكافات، انا ضد المكافات، لا لا انا ضد، خصوصا في البطولات مثل هذه البطولات، وهذا عملناها في التصفيات المشتركه، عطينا لاعبين وصلنا مكافأة 1000 وهذا 1000 وهذا 1000 وجينا قدام الشارع طقنا 3-0. أنا أعتقد أن مثل هذه المباريات أعطي اللاعبين، لكن أقول لهم أن كل مباراة تفوزون فيها مثلا لكل لاعب 1000 دينار، ليه ما توصلون إلى المرحلة الثانية، المباراة آخر مباراة مثلا توصل نصف النهائي توصل النهائي تاخذ البطوله تاخذ اكثر وتعطي، لكن انت كل مباراه تعطيهم فلوس كل هناك من يقول يمكن هذا ابو علي قال بالعافيه يقول لك لا اللاعبين مساكين ما يعني ما ياخذون شيء وكذا خلينا نعطيهم، بس انا وجهه نظري ان هذول يمثلون بلد ومنتخب، فبالتالي انا اعتقد ان المكافاه ما يجب ان تعطى بعد المباراه، تعطى مع يجهزونهم لهم يخشون لهم مع نهايه الانجاز اللي يحققون يعطون اياه. نعم في احد بيضيف شيء؟ لا لا انا عندي تفضل. يمكن انا مؤيد ان مكافاه اول باول لا البعض قال ابو علي تعرف ايش قال؟ لا لا يمكن راهم صح، قال عطهم 2000 قولهم في حال فوزكم في المباراه القادمه راح يكونون 4000 اذا تاهلتوا يعني دور الاربعه راح تكون 7000 8000 يعطيهم حافز اكثر، البعض يقول وجهه نظري يعني.